والمخالفات الدستورية التي نتجت عن القرار المخالف للدستور الذي أصدرته المحكمة الاتحادية. لا نتحدث من فراغ ولا نتحدث بالجنب السياسي، سنتحدث بالجنب القانوني، حريصين على أن نوضح التفاصيل القانونية للمتلقي وللرأي العام، ويكون الكل على اطلاع بأهمية أن يلتزم الجميع بالدستور، وأهمية أن يكون هذا العقد الذي بين السلطات وهذا العهد بين السلطات والشعب. هذا الدستور الذي يحكم أسس الدولة ويعطي لكل ذي حق حقه ويفصل أو يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات. أبتدئ تسعة واربعين من الدستور، المادة 49 من الدستور ثانيا، والتي تتحدث عن شروط العضوية، شروط عضوية مجلس النواب. ثانيا، يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية. ثالثا، تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخابات. أكرر الشرط الأول، جلسات المجلس، غيابات متكررة إلى آخر، وهذه الفقرات الستة الأولى تنتهي العضوية بها بموافقة الرئيس. أما سابعا فلها علاقة بموافقة المجلس وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس اللي هي لها علاقة بالغيابات. فعليه الشروط الواجبة لإنهاء العضوية أو الخطوات أو الأسباب الموجبة لإنهاء العضوية، يا أما الوفاة أو الاستقالة أو ثبوت فقدان شرط من شروط العضوية اللي منصوص عليها دستوريا وذكرتها أن يكون عراقي كامل أهلية، بالإضافة إلى ما سأذكره لاحقا من الشروط الواجب توفرها في قانون الانتخابات، أو تبوء منصب تنفيذي، أو صدور حكم قضائي بات سالب للحرية، يعني تحكم محاكم الجنايات أو الجنح، وحدثت حالات لبعض النواب خلال الدورات السابقة وصدر بحق حكم قضائي بات سواء كانت قضية نزاهة أو قضية جنايات، وعلى أساسه تم إنهاء عضويته والإصابة بمرض.